شفع لنا أول الأقوال ذكرى الله أفضل ما نقول والصلاة على محمد نبي ورسول نبدع المهجوس والفتر للباب العقول عشتم يا زهراني يا أهل الفعايل والجمايل يشهد الله والتواريخ تشفع لنا شهيد وكم بطل.
تشهد الله والتواريخ تشهد فعلنا. تشهد فعلنا أولى الأقوال ذكرى الله أفضل
تشتفع لنا تشهد فعلنا.
عشتم يا زهراني يا هلال فعايل والجمايل يشهد الله والتواريخ تشهد فعلنا بالصرم القطاع
لك حيلان سيدي لك في ذم منال ولا والطاعه وسلام من رجال على طاوله يا لا 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 يا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا 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 يا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله الله اني طالبك يا عظيم الشان دم علينا الدين ولا امن ولا امان تحت حكم الله ثم الملك سلمان والوطن نحميه بالصر ما القطاع دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا 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 يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله موطني للعز والمفخره عنوان يا منار الحق يا منبع الايمان ديرتك حيلان وسلايلك حيلان سيدي لك في ذم منال ولا والطاعه وسلام من رجال على طاوله يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 دنا الارواح محدن يا طاوله يا لا لا يفرح به الحاكم وتفرح به الشعوب شرق وغرب ومن شمال ومن جنوب يدوم عزك يا وطننا الحبيب الغالي ويدوم عزك يا ملكنا وشعبنا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويدوم عزك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في صحة وعافية. حياكم الله في عيد أهالي الأطاولة بمدينة جدة 28 لهذا العام 1439، وخير بداية القرآن الكريم مع الأخ بدر بن عبد الله مذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان وإن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. الآن مع كلمة الجماعة يلقيها الدكتور عبد الرحيم بن حمود، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ومن العائدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كلمة الجماعة تتمثل في ثلاث وقفات في هذه المناسبة السعيدة: وقفة مع عيد الجماعة، ووقفة في معاني ومعالم العيد، ووقفة ثالثة وأخيرة شكر وثناء. الوقفة الأولى مع عيد الجماعة. اليوم نحن هنا وجماعتنا هناك في الأطاولة وفي الرياض وفي الدمام وغيرها من مدن وطننا الحبيب. الجميع هنا وهناك يحتفل ويبتهج بلقاء أحبته في هذا العيد السعيد. يتجدد اللقاء عام بعد عام، ونحن نرفل في أثواب الصحة والعافية، وننعم في باحة من الأمن والإيمان، فنحمد المولى عز وجل على كل ما كان. عام انقضى منذ عيدنا الماضي، حقق خلاله أبناء الأطاولة إنجاز ونجاحات وتفوق وترقيات وفي جميع المجالات. فمن فترة أخرى تتحفنا روافد بأخبارها السارة، فهذه حصلت على الماجستير بتفوق، وذلك حصل على الماجستير على الدكتوراه بامتياز، وأولئك حصلوا على الشهادة الجامعية بمرتبة شرف. ونحتفل اليوم أيضا بمتفوقي الثانوية العامة في جائزة المهندس زياد بن حمود بدعم كريم من صاحب الأيادي البيضاء الشيخ غرم الله أبا بدر. وتسعدنا روافد من فترة لأخرى بأخبار لأعداد طيبة من أبناء الأطاولة ممن تتم ترقيتهم إلى المراتب الأعلى، سواء في القطاع المدني أو القطاع العسكري. وهنا لا ننسى أيضا النجاحات المميزة لرجال الأعمال من أبناء الأطاولة في جميع مناشط الحياة. مع هذه الأخبار المباركة، ألا نقول أن أيامنا كلها أعياد؟ بلى والله. الوقفة الثانية مع معاني ومعالم العيد. معاني العيد لم تتغير عبر الأزمان، وإن كانت معالمه ومظاهره قد تغيرت مع مرور الزمن. معاني العيد هي ابتهاج في الأرض ورضوان في السماء. العيد مساحة للفرح والأمل والتفاؤل، لا نقولها باللسان فحسب، ولكنها تعتلج في سرائرنا رضا واطمئنانا، وتنبلج في علانيتنا فرحا وابتهاجا. العيد قطعة من الزمن مليئة بالذكريات، ومنذ لحظات كنت أتحادث مع أبا رداد عندما دخل بعض الإخوة ممن لهم ذكريات ونحن ندرس في قرية الأطاولة. فمثل هذه المناسبات هي مناسبة طيبة لإعادة الذكريات الطيبة. العيد يفيض على أطفالنا بالفرح والمرح، وعلى أرحامنا بالبر والصلة والتسامح والتزاور. نجدد فيهم أواصر الحب
ودواعي القرب. العيد يوم النفوس الكريمة التي تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق وتتصافى بعد كدر وتتصافح بعد انقباض. يوم العيد باختصار هو يوم الصفاء والنقاء والقرب من الأهل والأصدقاء. الوقفة الثانية من معاني ومعالم العيد هي في معالم العيد، وهذه الوقفة ممكن أن نتحدث فيها طويلا، فهي تحكي العيد بين اليوم والأمس، والكثير منا يذكر عيد الأمس. كنا عندما يقترب العيد في حالة انتظار وترقب. في عيد الأمس كان هناك تجديد ولبس جديد، بل أن لبس الجديد لا يتأتى إلا في العيد. أما اليوم وعيد اليوم فنحمد الله، كل أيامنا عيد، من لبس للجديد وأكل وشرب لذيذ. عيدنا اليوم فرح وابتهاج وشكر للواحد المنان. لا أستطيع أن أسترسل في هذه الوقفات لأن الوقت لا يتيح لذلك، ولكن أنتقل إلى الوقفة الأخيرة والوقفة الثالثة، وهي شكر وامتنان. فبعد شكر الله سبحانه وتعالى الشكر والتقدير والثناء لمن أسس هذه النبتة الحسنة وهي عيد الجماعة في مدن المملكة العربية السعودية. الشكر والتقدير لمن قدم الدعم لاستمرار هذه الأعياد، سواء كان دعمه معنوياً بالرأي والمشورة أو مادياً بالمال والأعيان. ونخص بالذكر لمن دعم عيدنا هذا العام. وأخيراً وليس آخراً، الشكر والتقدير والثناء للجنة عيد هذا العام للجهد المميز الذي قاموا به ونلمسه في لقائنا هذه الليلة. في هذه اللجنة تمثلت روح التفاني والعطاء والاحترام المتبادل، فلهم منا خالص الدعاء بأن يجزيهم عن جماعتهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. أيها الحضور الكريم، كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الحفل البهيج الذي يزداد بهاء لوجودكم ويزداد ألقا لهذه الوجوه الطيبة التي تصافح بعضها في هذا اليوم، يوم عيد الفطر المبارك. الآن إلى فقرة إعلان جائزة المهندس زياد بن حمود للتفوق العلمي، ويقدمها لكم الأخ أحمد سعد. يسر لجنة جائزة المهندس زياد بن حمود الزهراني رحمه الله تعالى للتفوق العلمي ممثلة برئيسها الشيخ عمر بغداد أن تهنئكم بعيد الفطر المبارك، وتدعو الله أن يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنور والبركات. كما يسرها أن تهنئ الطلاب والطالبات على نجاحهم، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في خدمة الدين والوطن تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين. وتود اللجنة التنويه بأنه تقدم للجائزة هذا العام 49 طالب وطالبة، وقد تم فرزهم واختيار المتفوقين منهم الذين معدلهم تراكمي بالثانوية العامة 95% فأعلى.
كما أنها نسقت مع لجان أعياد المقاومة في كل من الرياض وجدة والديرة لإيصال الجوائز لكل لعيب لتسليم الفائزين جوائزهم. ونعلن لكم الآن أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام 1439. رجاء من يسمع اسمه أو اسم فريقه تفضل استلام الجائزة ممن تم تحديد مقر أعيادهم في مدينة جدة. ومن كان الجائزة في أحد الأعياد الأخرى فسيتم التواصل معه لاحقا من قبل اللجنة. الآن تفضل الدكتور عبد الرحيم الحمود والمهندس طارق زياد لتسليم الجوائز. الأول مازن سماح عبد الرحمن العبيدي مبلغ 12,000 ريال. الثاني عبد الله بن أحمد عوضة القرشي المبلغ 8,000 ريال. نواف محمد مسفر هطيل مبلغ 3,000 ريال. عبد الله بن ظافر سعيد العبيدي مبلغ 3,000 ريال. مازن سعيد مسفر الزهيري مبلغ 1,000 ريال. عبد العزيز بن رجب أحمد الحاوي مبلغ 1,000 ريال. تفضل عبد العزيز أو والده. تفضل. موجود؟ موجود. نعم تفضل. تفضل ما شاء الله تبارك الله. أي قرب. ما شاء الله تبارك الله. حازم محمد صالح آل نصيب مبلغ 1,000 ريال. محمد مبارك عبدان القرشي مبلغ 1,000 ريال. محمد علي عبد الله القرشي مبلغ 1,000 ريال. ماجد الحسين مسفر آل زياد مبلغ 1,000 ريال. تفضل ماجد. ما شاء الله. طلع معي مدفوع محمد أحمد محمد قريشي 1,000 ريال. عبد العزيز بن فهد جمعان الرفيحي مبلغ 1,000 ريال. عبد العزيز تفضل. موجود عبد العزيز أو أحد من ذويه؟ عبد العزيز جاهز موجودة هنا. طيب ريان أحمد محسن العطيف مبلغ 1,000 ريال. ريان موجود؟ ريان رياض عبد الله محمد القدادي مبلغ 1,000 ريال. عبد الله بن معجب سعد القرشي مبلغ 1,000 ريال. موجود عبد الله احد من ذوي؟ عبد الرحمن عبد العزيز محسن القرشي مبلغ 1,000 ريال. فيصل ناصر مسفر هطيل مبلغ 1,000 ريال. ثانيا تخصص علمي بنات. الأولى مها بنت أحمد محمد الحاوي مبلغ 12,000 ريال. تفضل عم أحمد. موجود أحد من عائلة الحاوي؟ موجودين. تفضلوا يا شباب أحد يجي تفضل يا أخوان يستلم الجائزة لو سمحتوا. روح هناك سعد. الثانية رغد بنت صالح حسن الدحية مبلغ 8,000 ريال. الثالثة منى بنت محمد سعد آل شلحان مبلغ 5,000 ريال. جود بنت مسفر ناصر هطيل مبلغ 1,000 ريال. لميس بنت سعيد حمود آل زياد مبلغ 1,000 ريال. موجود أحد من أهلها والدها؟ تفضل. ما شاء الله. ما شاء الله. سديم بنت عبد العزيز ناصر هطيل مبلغ 1,000 ريال. روان بنت غيثان حسن مبارك مبلغ 1,000 ريال. ريناد بنت عبد الله بكري السمع مبلغ 1,000 ريال. في بنت خالد معيض الشريف مبلغ 1,000 ريال. شذا بنت سعيد علي آل كلفوت مبلغ 1,000 ريال. ربا بنت سعيد غرم الله العاشي مبلغ 1,000 ريال. تفضل أحد من ذويها. رؤى بنت عبد الرحمن سعد معيض مبلغ 1,000 ريال.
موجود أحد؟ شهد بنت طلال سعد القرشي مبلغ 1000 ريال، ندى بنت محمد مطر سعدي مبلغ 1000 ريال، رغد بنت عبد الرحمن محسن القرشي مبلغ 1000 ريال، ربا بنت عبد الرحمن محمد العبيدي مبلغ 1000 ريال، شذا بنت طلال سعد القرشي مبلغ 1000 ريال، أروى بنت عبد العزيز شيحان آل سويهر مبلغ 1000 ريال، شهد بنت عبد الرحمن معيض العبيدي مبلغ 1000 ريال، ديمة بنت ياسر علي البصيلي مبلغ 1000 ريال. ثالثا تخصص أدبي بنات، الأولى ربا بنت مسفر محسن الهراوة مبلغ 12000 ريال، الثانية نوف بنت منصور أحمد القرشي مبلغ 8000 ريال. تفضل، في أحد موجود؟ جاي؟ أي طيب، تفضل تفضل. السلام. صور محمد. آخر شيء. الثالثة وجدان بنت سعد معيض السراد مبلغ 5000 ريال. نشكر الشيخ ورم الله بالرداد على دعمه لهذه الجائزة السنوية، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الأبناء والبنات الطلاب والطالبات. الآن مع كلمة اللجنة المنظمة لهذا العام 28 لأهالي الأطاولة بمدينة جدة، يلقيها الأستاذ بخيت بن طالع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله الذي مكننا من صيام الشهر الفضيل، والحمد لله الذي وهبنا هذا العيد لنفرح فيه بعد أن صمنا شهرنا، ونرجو الله تعالى أن يكون قد أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا خلال شهر الرحمة والبركة، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. شرفنا نحن أعضاء لجنة العيد لهذا العام محدثكم، ومعي الأساتذة والزملاء محمد الحسين مذكر وبندر سعيد الدحية ورداد عيد رداد وعبد العزيز بريك وأنس عبد الرحيم. وقد بدأنا عملنا منذ ما يقارب تقريبا من 3 أشهر عبر تقريبا 4 أو 5 اجتماعات، والحقيقة أن الزملاء معي في هذه اللجنة يعتبرون كل واحد منهم يعتبر هو رئيس اللجنة غير المتوج، فقد بذلوا جهدا عظيما وطوقوا عنقي وأعناقكم بجميل كرم عملهم ونبل أفعالهم، وكانوا بالفعل نخبة يعني عظيمة وجميلة ومختارة. كانوا الحقيقة يتسابقون، عندما يعني يحدث ظرف معين لأحد الزملاء الزميل الآخر يتلقف عمله وينفذه بأفضل ما يكون التنفيذ. في البداية كان المقرر أن يكون تكون المناسبة في قصر آخر غير هذا القصر، وحدث بعض الارتباك أو بعض الازدواجية في المواعيد عندما دخل شهر رمضان، فطبعا تم حل الموضوع بالانتقال إلى هذه القاعة، والحمد لله حظنا طيب، كانت قاعة فعلا ممتازة ولها مواقف سيارات وقاعة جميلة كما ترون وفسيحة، و يعني الحقيقة الزملاء بذلوا جهد كبير خلال رمضان وأيام الزحام، كانوا يخرجون ليلا في أشد الزحام ويعني يهيئون لكم هذا الحفل على أفضل ما يكون. كما سمعتم قبل قليل فقد أعلنت لجنة جائزة المهندس زياد بن حمود رحمه الله للتفوق العلمي. هذه الجائزة
عندما أنا شخصيا أتأملها وأنظر إليها أعتبرها يعني هبة من هبات أبناء الأطاولة البررة الكرام المخلصين، أبو بدر حفظه الله الشيخ غرم الله الذي لم يتوانى حقيقة في دعم هذه الجائزة كما يقال مدى العمر، يعني 100,000 سنويا. هذه الحقيقة يعني نموذج يحتذى في ما يمكن أن يكون عليه ابن الأطاولة تجاه مجتمعه وتجاه أهله، فتحية له. بالنسبة لهذا العام أيضا يسر اللجنة أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الرعاة الذين رعوا حفل هذا العام، وفي مقدمتهم أخونا الكبير المهندس رجب بن حوقان الذي دعم مشروع استئجار القصر دعم ب5,000 ريال أو بستة والله ما رقمه عندي، وأيضا دفع أيضا مبلغ 1,000 ريال لألعاب أبنائنا الأطفال، فله جزيل الشكر. أيضا الشكر للأخ المهندس مقنع بن معيض دعم الحفلة ب1,000 ريال، جزاه الله ألف خير. بالنسبة لهذا العام الوارد الذي وردنا من اشتراكات الجماعة كان 11,703 ريالات، والمصروفات وصلت إلى 17,700. نحن والحقيقة يعني أمام عجز في حدود 6,041 ريال، لدينا عجز 6,041 هذا العام. حقيقة لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر لكل الحضور ولزملائي، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب الآن نحتاج الأبناء جميعهم يجون هنا، بس بشويش جميع الأطفال والأبطال يجون هنا على المسرح لو سمحتم. يلا بشويش على مهلكم، في درج في الجوانب وفي درج في الأمام. أيوة بشويش، أيوة ممتاز، ممتازين ما شاء الله. أيوة كل الأطفال، نبغى كل الأطفال يا شباب، كل الأطفال والشباب والأبطال كلهم يجون هنا يلا عشان يأخذون جوائز. أيوة جاهز، جيبوا يلا جيبوا تعال. أيوة شو إيش علم هذا؟ أيوة أهلا ما في مشكلة قلب المرة. أيها الإخوة أعذروني، نسيت أحد الفضلاء، أحد الكرماء، المهندس أحمد حمود تبرع لهذا العام ودعمنا ب5,000 ريال، فله جزيل الشكر. أعذرني طال عمرك، والله مع ربكة العمل، ألف شكر لك، الله يحفظك. يا
من قال ويحفظه ويصلحه ويخليه لعين الترجيح. الآن مع الفقرة الأروع في هذا اليوم، والجميع ينتظر ويرتقب هذه الفقرة، وأنا واثق وكل أمل بأن الجميع يحرص أن يكون ممن يعلن اسمه بعد قليل في إعلان أسماء لجنة العيد للعام القادم 1440 هجرية، ويكون بإذن الله تعالى عيد أهالي لطاولة بمدينة جدة 29. الآن نعلن لكم أعضاء لجنة العيد القادم لعام 1440 بمدينة جدة. رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن سعيد العبيدي. الأسماء أنا أقراها يا عم عبيدي والله ما أدري عنها. طيب خلونا نقرأ الأسماء وبعدين نشوف إيش ممكن يعني نقدر نقدم.
خالد بن سعد كلفوت، الله يمسيه بالخير يا العافية. راجح بن مطر سعدي، خالد بن عبد الله بن حوقان، محمد بن أحمد بن محمد بن نصيب، أحمد بن سعيد بن أحمد الدحية. هؤلاء ستة مرشحين من اللجنة لهذا العام، وأنا يعلم الله ما أعرفهم إلا قبل شوية الآن لما حطوا الورقة قدامي، ولكن كلنا أمل بإذن الله تعالى أنهم على قدر كبير من المسؤولية، وأنهم سعيدين وحريصين بإذن الله تعالى أن يقام العيد أفضل بإذن الله تعالى من جميع الأعوام الماضية بإذن الله تعالى. I'm gonna go to the hospital.
اشهد فعلنا اولا لقوى لذكرى الله افضل ما نقول والصلاة على محمد نبي والرسول نبدع المهجوس والفتر للباب العقول عشتم يا زهون يا اهل الفعايل والجمايل يشهد الله والتواريخ تشهد فعلنا Touch that.